بلاغ مهم من الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج. تم يومي 16 و 17 يونيو الجاري تنظيم حملة تواصلية بتعبئة من الفاعلين في مجال المقاومة وتشجيع الاستثمار في كل من بلجيكا والمغرب، وذلك في إطار العناية التي يوليها الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج بهدف تعزيز تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج لمشاركتها بشكل فعال في مسلسل تنزيل النموذج التنموي الجديد والمساهمة في تقوية جاذبية المغرب في مجال الاستثمار. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج اليوم الاثنين أن هذه الأيام التواصلية تتوخى اكتشاف حاملي مشاريع من ذوي الكفاءات العالية في إطار تنفيذ مشروع تعبئة المستثمرين المغاربة في بلجيكا الذي تم إطلاقه بمبادرة من الوزارة المنتدبة وبشراكة مع الجبهة الثالثة عشر التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب وبتمويل من الحكومة البلجيكية وبدعم تقني من وكالة التنمية البلجيكية. طاقم لا كاسا دي بابيل يصور مشاهدا في المغرب. في الوقت الذي ينتظر الجمهور بشغف كبير أحداث الجزء الخامس من لا كاسا دي بابيل، يستعد فريق عمل المسلسل الإسباني الشهير لحط الرحال بالمغرب لاستكمال تصوير مشاهده التي ستعرف مشاركة اللاعب المغربي لكرة القدم محسن ناشد. وكشف اللاعب السابق لفريق الوداد الرياضي أنه توصل بدعوة للانضمام إلى طاقم السلسلة العالمية بعد اجتياز مرحلة الكاستينج، وقال في تصريح لمصادرنا: تواصلت مع بطل المسلسل ألفارو قبل أشهر وطلب مني إرسال 10 صور لاجتياز مرحلة الكاستينج، والآن أنا بصدد تحضير الوثائق اللازمة من أجل السفر إلى إسبانيا لوضع الترتيبات اللازمة لخوض هذه المغامرة. وعن دخول تجربة التمثيل علق محسن ناشط بالقول: صحيح أن هناك من سيتهمني بالتطفل على ميدان التمثيل، خاصة أن الجمهور تعرف علي لاعبا رياضيا في كرة القدم، لكن الحياة تجارب ولا مستحيل، هذا طموح رافقني منذ الصغر وقررت خوض التجربة، والحمد لله أن الفرصة التي أتيحت لي هي في عمل ضخم، وولوجي هذا الميدان سيكون عبر مسلسل عالمي. رئيس جماعة يتسبب في جريمة قتل بالصويرة. علمت مصادرنا أن سيارة رئيس جماعة ترابية سابق بإقليم الصويرة دهست الجمعة شابا عشريني راكب دراجة نارية وارتطم رأسه بعود كهربائي بمدخل المركز الحضاري للجماعة الترابية سيدي المختار بإقليم شيشاوة، مما أدى إلى وفاته. وفور علم رجال الدرك الملكي بالحادث انتقلوا إلى عين المكان للتحقيق في ملابساته، وتم نقل جثث الهالك صوب مستودع الأموات. رئيس برشلونة يشعل الميركاتو بالتعاقد مع رونالدو. فجرت صحيفة إس الإسبانية مفاجأة المدوية بالكشف عن رغبة خوان لابورتا رئيس برشلونة بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس وأسطورة الغريم التقليدي ريال مدريد. ويحيط الغموض حول مستقبل كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس خلال الأشهر الأخيرة، فرغم أنه تبقى سنة أخرى في عقده، لكن تدعي بعض المصادر أن اللاعب غير سعيد بمشروع النادي ويفكر بالرحيل، كما أن النادي سيرحب بفكرة بيعه للتخلص من راتبه المرتفع جدا في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها بسبب جائحة فيروس كورونا. وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن خوان لابورتا أعاد التفاؤل إلى برشلونة بعد عودته إلى منصب الرئيس، ويسير بالطريق الصحيح نحو تجديد عقد ليونيل ميسي الذي كان عازما على الرحيل في الصيف الماضي، لكن لابورتا لا يريد الاكتفاء بتجديد عقد ميسي، فهو يفكر أيضا بالتوقيع مع رونالدو ليجمع الثنائي الأفضل في العقدين الماضيين وربما في تاريخ كرة القدم. ما رأيكم؟ مخيمات تندوف على صفيح ساخن. تعيش مخيمات تندوف على صفيح ساخن بعد اندلاع احتجاجات بسبب انقطاع التيار الكهربائي على مجموعة من الخيام لمدة تجاوزت الأسبوع.
وطلب المحتجون قيادة البوليزاريو بتوفير الكهرباء ورفعوا لافتات عبروا فيها عن مطالبهم، غير أن ميليشيات الجبهة واجهت تلك الاحتجاجات بالقمع ونشر قواتها بعدد من أحياء ما يسمى ولاية العيون لإسكات تلك الاحتجاجات. كما قام المحتجون برفع لافتات يشتكون من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، خصوصا مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ناهيك عن انتشار ظاهرة السرقة بسبب الظلام الدامس وفساد المواد الغذائية لعدد من العائلات، وهو ما ينذر بكارثة اجتماعية تلوح في الأفق. إسبانيا باعت المغرب أسلحة بقيمة 12 مليون أورو. صدرت إسبانيا أسلحة إلى المغرب العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت 12 مليون أورو، ذلك ما كشف عنه التقرير الخاص بصادرات الدفاع لعام 2020 والذي أرسله وزير الدولة للتجارة إلى الكونغرس واطلعت عليه وكالة أوروبا بريس. وبلغ إجمالي صادرات الأسلحة في عام الماضي حسب نفس المصدر 36 مليون أورو، أي أقل بنسبة 10.4% عن عام 2019. المبيعات الإسبانية من الأسلحة إلى المغرب همت قذائف الهاون ومتفجرات وصواعق وقطع غيار المركبات البرية والطائرات. البحث عن الكنوز يورط 4 أشخاص ناحية سطات. أفادت مصادر مطلعة بأن عناصر الدرك الملكي بأولاد سعيد سرية سطات تمكنت من توقيف 4 أشخاص، الاثنين بمنطقة مازورة يشتبه فيهم بتكوين شبكة مختصة في التنقيب عن الكنوز. وأوضحت المصادر ذاتها أن دورية للدرك الملكي كانت تجوب بعض المناطق على مستوى أولاد سعيدة ومزورة في الساعات الأولى من صباح نفس اليوم في عملية روتينية حماية للمواطنين وممتلكاتهم، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، قبل أن تصادف سيارة رباعية الدفع على متنها 5 أشخاص على مستوى إحدى المقابر القديمة بالمنطقة لاذت بالفرار في اتجاه خميسات الشاوية بمجرد رؤيتها للدورية. وأردفت مصادر مطلعة أن عناصر الدراكي أفلحت في محاصرة السيارة على مستوى خميسات الشاوية في النفوذ الترابي لإقليم سطات، وتمكنت من توقيف 4 أشخاص في حين لذا المشتبه فيه الخامس بالفرار، فضلا عن حجز معدات متطورة يشتبه في استعمالها في التنقيب والحفر عن الكنوز. بعد الموقف المغربي القوي، إسبانيا تغير موقفها المتعنت. بعد مرور أكثر من شهر على اندلاع الأزمة الدبلوماسية المعقدة بين إسبانيا والمغرب، أجرت صحيفة إسبانية مقابلة صحفية مع وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا لمناقشة هذه المسألة. المقابلة التي كان موضوعها الأساسي فيها هي محاولة إسبانيا تليين خطابها الدبلوماسي اتجاه المغرب، حيث أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية على أن حكومة بلادها مستعدة للاستماع إلى المغرب بشأن الصحراء المغربية، مع وضعها لشرط لتلك المقترحات التي يفترض أن يطرحها المغرب على طاولة النقاش مع الجارة الشمالية. وأضافت وزيرة الخارجية الإسبانية قائلة: نحن مستعدون للنظر في أي حل يقترحه المغرب، لأننا واضحون جدا أن الوساطة ليست لإسبانيا، لأن هذا الدور يجب أن تلعبه الأمم المتحدة. وأكدت أن إسبانيا مستعدة للنظر في أي حلول يقترحه المغرب بشأن الصحراء، شريطة أن يكون في إطار الأمم المتحدة. الخطوط الملكية تعلن عن خبر جديد بخصوص الحجز الجوي.
أعلنت الخطوط الجوية الملكية المغربية أن التسجيل عبر موقعها على الإنترنت غير متاح حاليا، موضحة عبر حسابها على تويتر: تحيطكم علما بأن التسجيل عبر الإنترنت لا يتوفر حاليا. وأضافت الشركة عبر ذات المنشور: الرجاء تجاهل رسالة الخطأ التي تظهر لكم، نعمل الآن على حذف الصفحة. وكانت الشركة قد أعلنت الخطوط الملكية المغربية بتاريخ الأربعاء 16 يونيو الجاري عن نفاذ تذاكر السفر من 4 دول أوروبية نحو المغرب. وذكرت الشركة في تغريدة نشرتها على حسابها بموقع تويتر أن تذاكر السفر من فرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا خلال شهر يوليوز القادم قد نفذت. في هذا السياق، أوضحت الشركة أن الرحلات الجوية من فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا محجوزة بالكامل في شهر يوليوز، مضيفة أن الرحلات الجوية المتاحة للمسافرين من البلدان السالفة الذكر تهم شهري غشت وشتنبر.